My name is Ahmed. اسمي أحمد قطليش من سوريا عمري 24 سنة. جيت على الأردن لجأت على الأردن بعام 2013. أيام إبراهيم حريري. جيت على الأردن بال 2012 ولعب كرة قدم. تيكبول بالنسبة لي رياضة رائعة جدا وأتمنى أصبحت يعني أني لاعب تيكبول وكوتش وأتمنى أني أصير يعني مستقبلا أكثر تطور بالتيكبول. تقريبا حوالي سنة ونص تعرفت على رياضة التيك بول من عن طريق تدريب من البيسانت سبورت وصرت لاعب ومدرب للتيك بول. عندنا فئتين، كان عندنا فئة الرجال اللي هم فوق ال 17 وفئة الأطفال كيدز تحت ال 15 سنة. تقريبا 40 طفل بين الشفت الفترة الصباحية والفترة المسائية. يعني أكيد طبعا كان عندنا كثير يعني تحديات لأنه كان عندنا طاولة واحدة وكثير أطفال، فأسع صرنا بنقدر صارت تسهل الأمور تدريبنا، صار في طاولتين يعني أو ثلاث طاولات في المخيم، هذا بيساعدنا إنه يصير في عندنا إقبال على أكبر عدد الأطفال، وبيساعدنا إنه يعني نحاول نطور من تدريبنا ونحاول نتقدم بالمستوى تبع الأطفال لرياضة التيكبول.